حبيت نتحدث على التمثيلية الدبلوماسية. كانت عندك عدة زيارات، كنت في الإمارات في زيارة لدبي، كنت أيضا في مصر، مشيت لألمانيا، وأيضا نجم نتحدث على أنه سنة 2017 هي سنة التتويجات. أكيد كان ياخذوا فكرة. هو ألمانيا ما مشيناش، لكن عملنا مشروع لهنا مع سفارة مع الجي زد بلو بريسيزامون. نعم. هي الزيارة اللي كانت عنا يعني لدبي بدعوة من جائزة الشيخ المكتوم. الحقيقة الزيارة هذه كيف ما حكيت اللي كانت فيها تقديم التجربة التونسية، لأنه كيف ما حكينا يعني المرأة موجودة والتجربة زادة في كيفاش الاعتناء بالبنية التحتية، خاطر انت توكا كي نحكيو على المؤسسات الشبابية افكتيفمون اليوم الأسرة يلزم تكون فما البنية التحتية اللي قريبة للحي واللي قريبة للمدرسة باش ينجموا يمارسوا يعني الأنشطة الرياضية. هناك أيضا يعني في الوزارة برنامج وطني كامل لتأهيل وصيانة المؤسسات الشبابية وبالأساس مراكز الاستياف والتخييم، على خاطر المؤسسات الشبابية هي اللي تحتضن. أنا حتى في بعض الزيارات متاعي كي ندخل احنا شباب بارتيغ دو 15 ans ساعات نلقى خواتهم صغار واللي يجي يقول لك انا مع خويا، فباش ترى لنا كونه راهو احنا نخدموا في اقطاب. كي نقول اقطاب احنا نخدموا مع وزاره التنسيق مع وزاره الثقافه، وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي، ووزاره المراه والطفوله. ثم تحسين على مستوى البنيه التحتيه لدور الشباب، والا مازال لحد الان يعني ثم مبادرات خاصه معناتها قاعدين نشوفوا فيها من المجتمع المدني، لكن على مستوى الهياكل والوزارات هل انه ثم عمل قاعد يتقام؟ هو على مستوى التقييم عامه نعرفوا كانوا مش في مجال الرياضه بركة، نعرفوا كان عندنا اشكال كبير في البنيه التحتيه، خاصه انه انا نحب نحكي شويه على المشاريع المعطله. لقينا مشاريع من 2009 من 2008 والتو يعني الحظيره مثلا يعني واقفه، ويا اما اشكال عقاري، فلقينا كونه لهنا فما بوتيتر سوء تصرف وفي الميزانيه نتاعنا، فكانت من اولوياتنا ساعه كونه سرعنا في انجاز المشاريع المعطله. احنا لقينا بريسك 600 مشروع معطل، توا عندنا كان 290 مشروع معطل. كيف من ناحيه التجهيزات، لانه راهو مش الفايده نبنيو لحيوط ونسكروها، لا، هذايا ديجا تويكا يعني البرنامج واستراتيجيه تخدم عليها الوزاره. احنا اليوم في ريفورم كامله، خلينا نقولوا في ثوره في قطاع الشباب وقطاع الرياضه. بالنسبه لقطاع الشباب اللي احنا اليوم الساعه قاعدين نخدموا على ثلاثه محاور: محور التكوين للموارد البشريه، محور كيف اللي اليوم رؤيه جديده في البنيه التحتيه وفي الهندسه المعماريه، ثم ايضا والمحور الثالث والمهم واللي هو البرامج الجديده وكونه اليوم نواكبوا عصر الشباب نتاعنا. هذاك علاش احنا ديجا اللي عندنا عدة اتفاقيات مع منظمات دولية، مع جي زيد مثلا وانت لهنا ذكرتها اللي مازلنا كي امضينا يعني اتفاق واللي هو لأول مرة جي زيد نعرفوها من السبعينات في تونس، لأول مرة وزارة شؤون الشباب والرياضة معناها يكون فما تعاون مع بعض المنظمات منهم جي زيد اللي باش يتكفلوا بتكوين 8000 انشاب وإطار، كذلك صيانة وتحسين وتجديد وتعصير 30 مؤسسة شبابية باش ناخذوا منها خمسة مؤسسات شبابية تكون نموذجية. كي نحكيوا نموذجية في إطار التمييز الإيجابي، اليوم كلنا نعرفوا شاب يقول لك أنا ما نلقاش اللي حاجتي بيه في المؤسسات، علما أنه لهنا نحب نقول حاجة، نحب نشكر الحقيقة جميع إطارات وأعوان وزارة شؤون الشباب والرياضة، لأنه يعني معنا الريتم الماراثوني اللي خدمنا به في الأشهر هذية واللي هما قاعدين يقدموا للشباب. انا كن نمشي لسيدي حسين ودوار هيشر وفريانا وكي نلقى الشباب هما اللي يعطيو التجارب نتاعهم، كونه كان باش يقطع الدراسه نتاعو، كان باش يمشي لسوريا، هذه قصص راهي تحكات لنا عند الشباب، وكانوا بفضل المؤسسات الشبابيه لقاو الاحتضان ولقاو الادماج. هذا مهم.